ملعوبة في الأمام في الجهة اليمنى، أبو عواد يلعب كرة ملعوبة خطيرة، تبقى خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء على ما يبدو لفريقهم في مرمى فريق الترجي. شوف العرضية اللي جاءت من محمد أبو عواد ثم تدخل فادي أمام محمد سفيان، ركلة جزاء، ركلة جزاء وبطاقة صفراء ممتازة. الكرة اللي جاءت من اليمين فلتت من أمام سويطي، أمام غسان، سويطي أمام غسان، سويطي، جول 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 جول. يتقدم السموع، ليث الجنوبي يزأر، ليث الجنوبي يزأر ويتقدم في مرمى فريق الترجي. سويطي محمد يصنع، سويطي 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 على يمين غسان، قوية قوية يا سويطي، قوية على يمين غسان علي، يتقدم 1-0. هذا الشبل، هذا الشبل السموعي، محمد سويطي يتقدم للسمو في مرمى ترجي وادي النيس، 1-0 لصاحب الرقم 11. قوية على، ولسه ضايل 3 دقائق كبار او دقيقتين كبار. ملعوبة هذه الكرة الرأسية، يعادل الترجي، يعادل الترجي فريق السمو في الدقائق الأخيرة، 1-1، 1-1، يعود السمو أو يعود الترجي، يعود الترجي، على كرة الدقائق الأخيرة من ركنية مرت من كل لاعبي فريق، من كل لاعبي فريق السمو، وسكنت شباك أنس أبو سيف. شوف الركنية اللي لعبت، جاءت عن طريق زين صايل، ما لمسها أي لاعب، ما لمسها على ما يبدو أي لاعب. شوف الكرة اللي جاءت بالرأس من زين صايل، لعبت 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 لعبت، ما لمست ولا لاعب، سجلت في المرمى وعادل من خلالها، عادل من خلالها فريق الترجي النتيجة. يعود الترجي، يعود الترجي عن طريق زين صايل، عن طريق زين صايل، واحد من أفضل الأسماء اللي لعبت اليوم وأدت وقدمت اليوم على أرضية الميدان في تشكيلة فريق الترجي، كأنه يكافأ مع نهاية المباراة. تدخل الكرة الشباك، تسجل وتلعب ويعادل النتيجة، وتظهر البطاقات الحمراء، تظهر البطاقات الحمراء، يطرد